حالة من الارتياح بتظهر النهاردة على كل جماهير الزمالك وبعض من أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا متواجدين النهاردة في لقاء القمة 117 ما بين الأهلي والزمالك اللي انتهى بالتعادل ما بين الفريقين 0-0. طبعا خليني أكلمكم على كواليس لقاء النهاردة اللي كان هادي في المدرجات جدا، لأن يعني ما كانش فيه جماهير شبه كانت معدومة، لأن لو كان مثلا حكم النهاردة يعني معلق الملعب لو كان حابب اللي هو يقول أسماء الناس اللي متواجدة كان قالهم من غير أي أزمة. النهاردة لو كلمتكم على اللقاء قبل بداية اللقاء طبعا كان فيه أزمة كبيرة بسبب الملعب، كان فيه كلام كتير بيتقال اللي هو اللقاء ممكن يتأجل بسبب الأرضية. الحكم النهاردة أول لما نزل كان حريص أول لما دخل اللي هو يجي على طول، لأن هو اللي كان بيدي تأجيل اللقاء، دخل وجاء على طول شاف أرضية الملعب ويعني قال اللي هو الملعب اللقاء هيتلعب عادي جدا. النهاردة أول لما لعبت الزمالك وصلت لملعب برج العرب كانوا حريصين كلهم اللي هم ينزلوا ويطمنوا على أرضية الملعب، كلهم نزلوا بالكامل، عدد من الجمهور اللي كانوا متواجدين يعني سقف لهم وهم نازلين. النهاردة بقى اللي كان حريص جدا اللي هو يبقى متواجد جنب لاعيبة الأهلي ويأزرهم في لقاء القمة مؤمن زكريا اللي كان متواجد النهاردة، واللي كان برضه حريص اللي هو بيسلم على عدد كده من إداري ودكة الزمالك اللي كانت متواجدة برضه قبل اللقاء. النهارده برضه احمد الشيخ هو اللي كان حريص بقى اللي هو يبقى متواجد، بس كان مصطحب معاه قمح الدولي اللي دايما بيعتبروه لعيبه الاهلي تميمه الخير ليهم كده. قبل اللقاء احمد مرتضى كانت الاجواء حلوه جدا ما بينهم ما بين مسؤول الاهلي اللي راح سلم عليهم النهارده قبل بدايه اللقاء كده، محمود جنش برضه والشناوي. النهارده الشناوي اول لما نزل الملعب قبل التسخين كان راح لجنش وسلم عليه، الاجواء ما بين الاجهزه واللعيبه كانت رياضيه جدا قبل بداية اللقاء. لو كلمتكم بقى عن الأجواء، أجواء اللقاء التوتر كان باين على أعضاء مجلس إدارة الفريقين اللي كانوا متواجدين النهاردة طول الماتش. النهاردة بقى مستر لاسارتي مدرب الأهلي هو اللي كان مات من وقت للتاني كده يعني عمال يزعق لعيبته ويطالبهم بالضغط المستمر على لعيبة الزمالك، خصوصا اللي كان أرضية الملعب ما كانتش مساعدة الفرقتين على الضغط الجامد. النهارده طبعا جروس بقى هو اللي كان أول لما الدنيا شتت النهارده بشكل قوي وبشكل مستمر طول اللقاء. جروس بقى طالب يعني أمير عزمي اللي هو يروح يجيب له كاب، أمير راح نادى لأحد المسؤولين كده اللي كانوا متواجدين وطلب منه اللي هو يجيب له جروس كاب، وفعلا جابوا له كاب لبسه عشان المطرة. النهارده طبعا الدنيا كانت شادة جدا في الملعب ما بين اللعيبه، كانت الدنيا يعني متوتره، كانوا خايفين ان اي فرقه تخطف جول لان اللي هيجي فيه جول ما كانش هيقدر يعوض بسبب سوء ارضيه الملعب اللي كانت ظاهره جدا النهارده. الشوط الثاني بقى واللعيبه خارجه كده كل يعني ال 15 واحد ولا 20 واحد جمهور الزمالك اللي كان متواجدين سقفوا لهم جدا وهم خارجين، سقفوا لهم جامد وهتفوا لهم. قمح بقى اللي كان حريص اللي واقف يتصور مع الناس كده ما بين الشوطين. النهارده كان باين التوتر ما بين الشوطين بقى على دكه على اعضاء مجلس اداره الاهلي واعضاء مجلس اداره الزمالك. الكابتن عمرو فاروق كان قاعد باين عليه اللي هو قلقان جدا، كان باين عليه برضه اللي هو مش عاجبه يعني الاداء وبعض الفرص اللي بتضيع بسهوله من لعيبه الاهلي. النهارده امير واحمد نزلوا كده يعني على السلالم وكان باين اللي هم مشدودين جدا وكان اللي هم قلقانين. النهارده بقى اول لما كهربا غير كان واضح عليه اللي هو يعني كده عايز يكمل اللقاء، لكنه ضحك بقى وهو خارج وقال كده لجروس حاجه كده وهو حاطط ايده على بقه. حصلت النهارده شده خفيفه كده ما بين مروان محسن وطارق حامد قبل مروان يطلع، خدوا الاثنين على طول فيها انذار. الحكم النهارده كان اسهل حاجه عنده اللي هو يطلع الانذار عشان الماتش ما يفلتش منه، لكن الاجواء في الاخر خالص بدات تتوتر بسبب يعني اللحظات الاخيره، هجمه الاهلي هجمه الزمالك لكن انتهت بالتعادل. اول بقى لما انتهى اللقاء كان في احتفال وفرحه باينه عند الجمهور او ال 15 واحد اللي بيحضروا للزمالك النهارده، فضلوا يهتفوا لكنهم هتفوا هتافات يعني كده استفزت مسؤولي الاهلي اللي كانوا موجودين. بدا بقى المستشار احمد جلال يعني ينادلهم كده ويقول لهم ما ينفعش الكلام دوت وزعق لهم، لكنهم برضو بداوا واصلهم في الهتافات وبداوا بقى يهتفهم يعني احنا الاول احنا الاول. بدا جمهور او العشره بتوع الاهلي بقى اللي كانوا متواجدين النهارده يرد عليهم كده عامل فيها بطل، يعني الدنيا شدت ما بينهم وهم خارجين لكن ما حصلش مناوشات او مشادات. لعيبه بقى الفرقتين النهارده كلهم راحوا وسلموا على بعض، محمود جنش كان حريص اللي هو يروح يسلم على الشناوي وهم خارجين، كل لعيبه الاهلي والزمالك راحوا وسلموا على بعض وضحكوا لبعض بعد اللقاء. يعني النهارده الفرقتين بيخرجوا كده متراضيين، السوشيال ميديا النهارده هتهدى بقى، ما فيش حد هيقدر يعني يحفل على التاني، الاجواء هاديه الى حد ما. الزمالك بيواصل تصدره بفارق نقطتين على الاهلي والاهلي بيلحق بالزمالك كده يعني زي الاتب كده على طول، لو الزمالك وقع ماتش على طول الاهلي هيتساوى مع الزمالك وهيطلع.
يعني النهارده نقول مبروك للفرقتين على الروح الحلوه اللي كانت ظاهره في القمه 117، ومليون مبروك للفرقتين على النتيجه النهارده.